مرحبا بكم من جديد في قناه امل كيتشن. اليوم غادي نوجدوا الطاجين ديال الدجاج ببطاطا مشرمل وغيف مقلاة عاديه اللي ما كتلصقش. وغادي نشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا كيلو ديال الدجاج من جهه الركيبات، وحيت له انا جلده وانتم على حسب الاختيار ديالكم. وكذلك وكما ذكرت ان هذا الطاجين كيجي لذيذ ومصاوب غير في مقله عاديه. وراه ديجا حطيت واحد الفيديو انني صغبت كسكسو غير في واحد الشبكه ديال الالومنيوم عاديه باش انني بخرت داك حبات الكسكس. سو الناس اللي كيجيو من المغرب وكيجيو في بلاد الغربه وما تلقاوش داك ادوات المطبخ اللي معتادين عليها في المغرب وما كيعرفوش مني غادي ياخذوها، يلا جداد سو علاش لا غادي نطيب انا الطاجين وما عنديش طاجين. نصاوبو في مقله عاديه وكذلك نصاوب الكسكسو ولا السفه ولا في كسكاس عادي، يعني شبكه عاديه ديال الالومنيوم. كنتمنى ان هاد النصائح تفيدكم. وغادي ناخذ الدجاج ديالنا اللي شرمله، انا خليته في الثلاجه لمده نص ساعه. غادي نوضعوا هذوك الركيبات اللي مشرملين، غادي ندوروهم على او نحطوهم فوق البصله. وغادي نزيدو البطاطس ديالنا حتى هي كذلك من فوق. ويمكن لكم انكم تشكلوا بالخضر، وانا اقتصرت اليوم غير بالبطاطا والزيتون. وغادي نوضعوا كذلك مطيشه دوائر. وغادي نضيفوا كذلك فلفله حاره، وغادي ناخذ داك الشرموله اللي بقات لنا من الدجاج اللي شرملنا، غادي نزيدو لها ونضيفوا لها كذلك كاس ديال العنبه ديال الماء. وغادي نفرغوا على هاد المكونات، على يعني على الخضار والدجاج، ونخليو الطاجين ديالنا يطير على خاطرو. وكذلك غادي نغطيوه
وقبل ما ينضج الدجاج غادي نضيف له كذلك الزيت، الزيت الاخضر. الطاجين ديالنا هو قرب يوجد، غادي نزيدو له شويه ديال الزيتون الاخضر ونخليوه يتجمر على خاطرو. وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم نال اعجابكم، والغرض من هذه الوصفه انني طيبتها في طاجين عادي، طاجين بلا طاجين، يعني طاجين في المقله. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، كتجي لذيذه بزاف. وكنشكركم بزاف على المشاركه وكذلك المشاهده، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو ديال اما كيتشن. ثانك يو سو ماتش فور واتشين، اند اي هوب يو جايز لايك ذا ريسيبي، لايك شير اند سبريد ذا لاف. باي.